السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعده الله علينا وعليكم الخير واليمن والبركات. مع حضراتكم دكتورة هبة ياقوت، استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة. طبعا هتكلم النهاردة على العادات الغذائية في العيد، والخاصة بالحلويات العيد زي الكحك والبسكوت والبيتي فور، وازاي ان احنا نقدر نخرج من ايام العيد بشكل سليم وامن، ونتبع العادات الغذائية الصحيحة علشان ما يحصل لناش اي مشاكل في الفترة دي. اولا احنا هنكون لسه خارجين من فترة صيام كبيرة 30 يوم، الجسم بقى غير مهيئ ان هو يرجع يستقبل كميات الاكل اللي كان بيستقبلها قبل رمضان، ولا ان هو يقسم وجباته على 3 وجبات رئيسية واتنين سناك في النص. فاحنا عايزين نبدأ نعمل اعادة تهيئة تاني للجسم علشان يقدر يستقبل الاكل زي قبل رمضان، وانه الجهاز الهضمي يبدأ يشتغل معايا تاني زي قبل رمضان. طبعا اول حاجة يوم العيد الصبح بلاش ان احنا نفطر على حلويات العيد، ياريت نفطر على وجبة صحية مكونة من البيض ومنتجات الالبان والاجبان والخضروات وكمية قليلة من النشويات. ولو حابين بعد كده ان احنا ناكل حلويات العيد زي الكحك والبسكوت، ممكن ناخدها خلال من ساعة لساعتين من وجبة الفطار او من وجبة الغداء، وطبعا مع تقنين الكمية بتاعتها بحد اقصى 3 قطع من الحلويات دي خلال اليوم كله. الكحك والبسكوت بيحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسكريات والنشويات، علشان كده تقنين الكميات فيهم مهم جدا علشان ما نخرجش من العيد بوزن زايد او بارتفاع في الكوليسترول او بارتفاع في سكر الدم، وده هيؤدي بعد كده لمشاكل صحية خطيرة. كمان ياريت ان احنا ما نبلعش الاكل في فترة العيد بالمشروبات الغازية، ونستبدل دوت بالمشروبات العشبية زي الكركديه واليانسون والقرفة والشاي الاخضر والبابونج والكاموميل والنعناع. وكمان ياريت ان احنا نشرب من 2 لـ3 لتر مية خلال اليوم، ده هيحسن اكتر عملية الهضم، واللي بتكون ناتجة يعني عن دخول كميات كبيرة من الدهون والسكريات، علشان نتلافى عسر الهضم والامساك والانتفاخيات اللي ممكن تحصل من كحك العيد. ينصح كمان ان احنا في اول يوم عيد ما نتناولش كميات اكل كبيرة، ونتناول كميات قليلة على فترات تدريجية علشان نتلافى ارباك الجهاز الهضمي بعد فترة الراحة الكبيرة بتاعت شهر رمضان المبارك. كمان ياريت ان احنا نبتعد عن المسليات بتاعة العيد زي اللب والسوداني والشوكولاتات والمشروبات الغازية، ونستبدلها بمسليات صحية زي الفشار والترمس والحمص والمكسرات النية الغير محمصة. شكرا جزيلا لحضراتكم.